أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أنا قلت يوم ما بالنسبة ل سيد خطب اسمع بالشيخ عبد الله عبد الله اسمع فيه جزاك الله خير. عبد الله عبد الله كان هنا من اخوان المسلمين ومنذ قريب 7 سنين او 8 سنين اخوان المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الالباني ومقاطعة الروشو ومقاطعة كل من ينتمي الى دعوته. علما ان عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين اخوان المسلمين اللي لو قد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسة في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور. ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني مع الحضر عند الألباني الشاخر لقيته في مسجد صهيب. نحن خارجون من القرار سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو غير على استحياء لأنه ما هو خالف القرار. قلت ليش هذا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم؟ قال يا سحابة صيف عما قريب تنقشع. ثلاثة أيام وإيت أيام كان إلى ذلك عن بيت ما وجدوش يخلوا الناس بعدين قامين دواء خلاصة كان يتبع الأخبار عرف أنه أنا عم نظام لما كان بيته تحت البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا. قال أنا أجيت عن بيت وما وجدتك وأنا كما تعلم خريف وأنا الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعثه لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب. ما شاهد. قلت له وين كفرت؟ قال أنت تقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أولا وثانيا من يقول الله أحد. قلت له نعم نقل كلام صوفي ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. فكيف أنتم تعلموا المقاطعة هذه وأنا موجود بينما رميكم أنتظروا أنت إلى ما إليه تبعت الشر يتحقق منه صحيحا ما كسرت أي كتب. كان معه يومئذ لما جاء الإمام أخونا علي السطري. قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد. يا أخي قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت لأنه ضخم الشيخ الألباني وكفر الفيلم. القصة طويلة جدا لكن الشاهد من أولين نحن نقول هيك ونقول هيك. يعني بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل الاهواء يا اخي انه لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك انا الحراره اللي عندك انا بظن
انه دعنا في تعلم السنة والدعوة الى السنة ونشرها بين صفوف الامة، ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس، لا سيما اذا قدموا الى ما قدموا من عمل صالح او صالح. على ذكر عبد الله عزام قرأت كتاب اسمه الأملاق سيدكم، فرد فيه عليكم كتيبة قرأته أبانا الوجه.